هل يجوز إذا اشتريت أغراضا من جمعية ما أن أضع رقم صندوق شخص مشترك في هذه الجمعية؟ أي لا أشتري برقمي، إنما أسأل الذي بجانبي لديك رقم؟ لا، لا يجوز، هذا لا يجوز، يعني إلا إذا كان لك رقم. يعني الآن هو عبارة عن ماذا؟ الأرقام في الجمعيات، الصناديق. أنا أملك صندوق، صندوقا في الجمعية، سعدون يملك صندوق، وعبد الرحمن يملك صندوق، أحمد يملك صندوق، فنحن الأربعة كل واحد يملك صندوق. مثلا في جمعية مثلا خلنا نقول الصديق مثلا، مع أنه ما افتحت لي الحين، لكن خلنا نفرض، زين، نملك أرقام صناديق هناك. فأنا اشتريت، من حقي أن أضع في صندوقي، وهذا ملكي، أضعها في صندوق سعدون، أضع في صندوق عبد الرحمن، في صندوق أحمد، ما في أي مشكلة، لأن ملكي أعطيتهم إياه، تنازلت عن ملكي، هذا لا بأس به. لكن أنا ليس لي صندوق في هذه الجمعية، مثلا في مشرف، أحمد مشرف، ها؟ في مشرف مثلا، أحمد في مشرف، أنا اشتريت من مشرف، فقال أين صندوق؟ فأضع صندوق أحمد، ما أملك هذا، أنا ما عندي صندوق في مشرف. والذي يشتري من جمعية وليس له فيها صندوق، هذه الأموال تذهب إلى جميع المساهمين، فليس له حق أصلا، إنما تعطي حقك. إذا كان عندك صندوق تعطي حقك لغيرك، أما إذا ما عندك صندوق أنت أصلا ما عندك حق حتى تعطيه، أنت أعطيت حق الآخرين له، فهذا لا يجوز. إلا إذا كان صندوق أهلك، بيتك، أهلك، أبوك، أمك، كذا، هؤلاء أنت ومالك لأبيك، هذا موضوع ثاني. أما صناديق الآخرين والأصدقاء وهذا لا يجوز، والعلم عند الله تبارك وتعالى.